أكل. أهلا فيك. السلام عليكم ورحمة الله وينك بس بس مباشر جاينك وين ما يقدر ما يقدر نعلق لك على الحاره تعلم الاعاره فيه بعد السياسه شويه بديها حقها شويه السياسه بديها حقها شويه الموضوع شنو في الاسعار ولا شنو؟ الاسعار وضع السوق بشكل عام. والله اول حاجه الاسعار حاليا في الاسواق السنه دي يعني الشتاء ده شتاء موسمي ان شاء الله الله ربنا يرخي فيه الاسعار. والله يا المواطن والله تعب تعب شديد من الاسعار الباهظه. اي سلعه في السوق كل مره زايده كل مره الاسعار في السوق زايده ونظر الله ان شاء الله ربنا يفرج عن العباد. الناس تعبت تعب شديد والله الاسعار زيادات خياليه يعني اي زياده فوق المقرر. الحاجه لو ب 10 ب 20 الحاجه لو ب 30 ب 70 ان شاء الله ربنا يفرج عن المواطن. والله قبول في السوق ما في قبول حاليا في السوق ما في البضائع دي كلها في السوق اي زول بيجي بيتم سعره بيمشي ما في قبول في السوق وان شاء الله ربنا يهون الحاله الاوضاع بقت صعبه خلاص. بالنسبه لاوضاع السوق اول حاجه الشتاء ده يعني بيرخص الحياه وكثيره اي حاجه راقده واي حاجه كثيره الحمد لله والخيرات راقده الا الناس جشعه ساي جشعه ناس طماعة نعم متخوفة والله ما في حاجة غالية وأي حاجة رخيصة الحمد لله. واسع عندنا مجمع الكناني للبيع المخفض والله العظيم جد مجمع الكناني للبيع المخفض الأسعار بتاعت البضائع السلع المستهلكة بتاعت الناس التانيين ديل يعني غير الخضارات السلع التانية هذه جارنا بيها والله بالميكروفون أقل الأسعار الحمد لله. الخيرات في السودان ما شاء الله كثيرة وفيرة. طيب بسم الله السلام عليكم. اول بسم الله اول نبدا بالاذعار صباح الخير علينا وعليكم. والله يا اخي يعني هكذا الاوضاع ماشي في زيادات الحمد لله شكر الله على العافيه يعني اول حاجه. طبعا الشعب السوداني بقى عاده يتقبل الزيادات زياده مرات يكون 50%
30 40 50% مرات تصل ل 70% ذاته. الشعب يعني بيتكلم يكورك بيسكت يعمل شنو، ما في طريقه ثانيه. الحاله المعيشيه هكذا. ونزل الله العافيه، ينزل علينا السخاء والرخاء. الله هو الحياة. نعم، لا نحمد الله ان في ازعار في الحياه الاساسيه، مثلا زي السكر في نزول كويس جدا، والزيت، والحمد لله زي البن. البن يعني رطله وصل ل 2200 هكذا. والحمد لله اليوم ب 1200 نزل نزول كويس، يعني نزل نسبة 80%، نزل نزول كويس شديد. دي الأسعار الطحنية برضو الحمد لله ماشي نازلة، يعني البلد خاصة الأيام دي في الشتاء ماشي كويسة، يعني في نزول في المواد الأساسية مثل الزيت والسكر، والصابون كويس برضو ماشي كويس. يعني ندر الله علي، يعني يكون الحياة ماشية في رخا رخا، كي المواطن المسكين اللي بيعاني يقدر يعيش مع الناس. يعني والله نحن بنحس بيهم، نجع بنفس شعورهم. ندر الله السخاء والرخاء ينزل على خافة البلاد المسلمين. شكرا لك جزيلا. ريت كلا ريت يا مرحبا حبابكم. بسم الله والصلاة على رسول الله. والله زعل السوق الحمد لله مستغرة لها فترة، يعني إننا الدقيق ده الحمد لله كان ما في تواجد، وسعره خف أقل من قبل بكثير، كان أخذ له شيح كده. الحمد لله زعار مستغرة، ما بنقول في نزول كده، لكن زعار مستغرة. المستغرة دي يمكن تدل على إنها ماشية نازلة إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله ربنا يرخي الأزعار. والله الزيت الحمد لله ماشي كويس، ماشي نازل. الزيت الفول بالذات ماشي نازل الحمد لله، سعره خير من قبل بكثير. كنا الجركان الكبير دي نازلها قريب 4000 ولا 5000. وزيت الصباح مستغر، الدقيق ماشي نازل الحمد لله. البصل برضو كان زايد، البصل ده طبعا ماشي موسمي، هسه طلع ونزل ولسه حينزل نزول شيء ان شاء الله باذن الله.